Bad Science بمعنى العلم الفاسد هو كتاب علمي غير تقليدي بيشرح العلوم التجريبية عن طريق كشف حيل النصب باسم العلم لتسويق منتجات زي الحباية السحرية المستخلصة من الأعشاب الطبيعية واللي بتشفي من كل الأمراض المستعصية، مستحضرات التجميل الغالية قوي المختبرة إكلينيكياً، سر جمال إطلالات نجمات السينما والترفيه، وتجارة الطب البديل اللي بتستغل يأس الناس أمام قصور الطب التقليدي، وأساطير خبراء التغذية الافتراضيين عن هوس الأطعمة الفائقة والدايت السوبر دوبر ميجا إكسترودر. نبدأ بالغلاف اللي هنلاقيه على اختلاف طبعات الكتاب عبارة عن تصورات متعددة لفكرة إكسير الصحة المثالية اللي بتتجسد فيه خلاصة المعرفة الإنسانية، حلم كل العصور من أول حجر الفلاسفة مروراً بقوارير مستحضرات الخيمياء، وحتى وصلنا للكبسولة ممتدة المفعول اللي بتجيب من الآخر صور مختلفة بتخاطب نفس الحلم الإنساني في كل زمان. والطبعة دي غلافها عبارة عن صورة لفار تجارب لابس نظارة في إشارة للدراسات والأبحاث اللي بيستشهد بيها العلماء الزائفين لتسويق منتجاتهم بأنهم يقولوا طول الوقت الأبحاث أثبتت والدراسات أكدت، من غير ما يورونا الأبحاث والدراسات اللي بتثبت وتؤكد دي. والكاتب بن جولدكر هو أصلاً طبيب بريطاني بيكتب من واقع معاناة المرضى مع حدود المنظومة الطبية الحديثة وكذلك القيود المفروضة على الأوساط الأكاديمية والقائمين على البحث العلمي، وإزاي إن كل المشاكل دي بتسبب فجوة بتتسع كل يوم بما يسمح بانتشار خرافات العلم الزائف اللي بتتلاعب بأمال الناس. وكتابه ده هو عبارة عن مراجعة وتنقيح لسلسلة المقالات الأسبوعية اللي كتبها على مدار 8 سنوات في عموده في جريدة الجارديان تحت نفس العنوان Bad Science، وحالياً بيعمل كمدير معهد بينت لعلوم البيانات التطبيقية في جامعة أوكسفورد. مع إن الطبعة الأولى للكتاب ده اتنشرت سنة 2008، إلا إن كل الأمثلة اللي بيذكرها وأنواع مشاهير الصحة والفتنس اللي سماهم ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا بنفس الأساليب والحجج، بس أسماء الأشخاص اتغيرت، وبدل ما كانوا بيطلعوا في الجرايد والمحطات التلفزيونية بقوا بينطلنا دلوقتي في الفيديوهات القصيرة وتايم لاينات منصات التواصل الاجتماعي علشان يبيعوا نفس أوهام الطرق المختصرة للصحة والجمال.